السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبنائي طلاب الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم مع موعدنا اليوم مع درس من دروس مادة العلوم. درسنا اليوم يا شباب بعنوان كيف أتخلص من أكوام الورق. كيف؟ طبعا شباب درس اليوم مهم جدا، هندرس فيه إعادة التدوير وشلون الطريقة اللي أنا أقدر أسوي بها إعادة تدوير للورق وأستخدمه مرة أخرى وأخلص البيئة من إيه، من الورق الزيادة طبعا. وهنا طبعا بيكون لي أهمية إيه، أهمية بيئية وأهمية إيه اقتصادية. طيب، يواجه محمد مشكلة بعدد الأوراق في منزله الناتجة على تجميع كتبه وكتب إخوانه بعد نهاية العام الدراسي. يفكر محمد في حل يساعده في ذلك. ضع فكرة. يبقى إذا محمد هنا عنده مشكلة في الأوراق اللي إيه بتواجهه، أو كثرة الأوراق اللي بتواجهه بعد انتهاء العام الدراسي. تعال كده نشوف شلون هنقدر نحل طريقة محمد. افرض فرضية لحل المشكلة. طبعا هنا شباب هنقول إذا اتصل محمد بمندوب مصنع الورق فإنه سيتم إعادة تدويره واستخدامه مرة أخرى. إذا بعد أن طرحت فرضيتك، زاوج بين فرضيتك وفرضية زميلك القريب منك. طيب يا شباب، يعني احنا الحين انت قلت فرضية وزميلك برضو بعد ممكن نقول فرضية غير فرضيتك انت، فهنشوف افضل الفرضيات وهنقارن بينهم. طبعا هنا شباب معظم الفرضيات تتكلم في نفس الفكرة، وهي انه لا يجب رمي هذه الكتب في القمامة، بل يجب الاتصال بمندوب مصنع الورق لكي يتم اعادة ايه، اعادة تدويره واعادة استخدامه مرة اخرى، عشان طبعا هنا شباب اقدر ايه اتخلص من الورق المستخدم، فانا اعيد استخدامه مرة اخرى واعيد تدويره ايه مرة اخرى. طيب، سجل خطواتك وكيف يمكنك صنع علامة مائية خاصة بك. طبعا يا شباب اول شيء جمع الورق المستعمل وتقطيعه إلى شرائح رقيقة ومتجانسة بواسطة آلة قطع. وأنا هجيب الورق المستعمل اللي موجود عندي للكتب اللي هي خلاص خلصت منها، وأقوم بتقطيعها إلى شرائح رقيقة ومتجانسة، يعني بتكون نفس الشكل تقريبا ونفس الحجم بواسطة آلة قطع. الخطوة الثانية، يتم غمر الورق المقطع في أحواض مائية. هجيب حوض ماء كبير وأضع فيه الورق اللي أنا قطعته إلى أجزاء صغيرة أو شرائح صغيرة. أيضا يتم خلط الورق المقطع بواسطة جهاز الخلط للحصول على عجينة. يبقى إذا هقوم بهذا الورق أو أقوم بخلطه بواسطة جهاز الخلط للحصول على عجينة عشان أخليها كلها عجينة واحدة. بعد كده يشكل الورق بطرق مختلفة حسب المنتج المطلوب، يعني أنا أبيه في أي شكل، في شكل كراس، شكل كتاب، أي شكل أنا أبيه راح أشكل بيه إيه هذا الورق. بعد كده يوضع أي حرف أو أو شكل على القماش قبل صب العجين، وذلك العمل علامة مائية ثم يجفف. يبقى أنا هجيب القماش اللي راح أضع الورق أو أضع عليه علامة مائية عشان تطبع هذه العلامة على الورقة، ثم أتركه ليجفف ونأخذ إيه الشكل المطلوب. طيب، عندنا شباب احنا بنلاقي كتير هذه العلامة موجودة. هذه العلامة شنو معناها؟ طبعا العلامة دي معناها إعادة التدوير، معناها إيه؟ أن تعني تدوير النفايات الورق أو إعادة إيه استخدامه. بعد كده شباب، إعادة تدوير الورق هي عملية تصنيع واستخدام المخلفات الورقية. إذن هي عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات الورقية مرة أخرى. يتم تجميع الورق المستعمل من المؤسسات والمدارس والهيئات وإرساله إلى مصانع الورق والكرتون التي تعمل على إعادة تصنيعه وبيعه مرة أخرى. بعد كده شباب، عملية إعادة تدوير الورق توفر المال من خلال خفض معدل استهلاك الورق، كما أنه توفر كميات الورق التي تحتاجها الأسواق في زمن إيه، في زمن قياسي. طيب، مراحل إعادة تدوير الورق. تعال كده نشوف مراحل إعادة تدوير الورق يا شباب. أول مرحلة وهي مرحلة الجمع، وهي عن طريقها يتم جمع الورق المستعمل من المنازل والمدارس. طبعا هنا بيكون في مندوب في المصنع، طبعا هذا المندوب بيذهب إلى المنازل والمدارس ويتم جمع هذا الورق المستعمل. الطريقة الثانية وهي طريقة التقطيع، وهي فيها يتم تقطيع الورق إلى شرائح رقيقة زي ما احنا شفنا كده بهذه الآلة مثلا، ورقيقة ومتجانسة بواسطة آلة التقطيع. الخطوة بعد كده رقم 3 وهي خطوة الغسل.
يتم غمر الورق المقطع في أحواض مائية زي ما احنا شايفين كده، بتجيب بتكون عندها أحواض كبيرة بضع فيها الورق المقطع. بعد كده وهي طريقة خلط الورق المقطع بواسطة جهاز الخلط للحصول على إيه؟ على العجينة المناسبة. يعني أنا طبعا هنا الورق كله بجمعه في حوض الماء، طبعا لما يلين الورق في الماء بنحصل على عجينة بهذا الشكل. خطوة بعد كده وهي التشكيل، حيث يشكل الورق بطرق مختلفة حسب المنتج المطلوب. زي ما احنا شايفين، احنا نشوف شنو المنتج اللي احنا عايزينه، عايزين كتب، عايزين مذكرات، قاعد نشكل ورق بحسب احتياجات السوق او سوق العمل. بعد صناعة العلامة المائية، حيث يوضع اي حرف او شكل على القماش قبل صب العجين. يعني انا هجيب القماش اضع عليه العلامة المائية ثم اصب عليه العجين لكي يطبع، ثم يترك بعد كده الى اخر خطوة وهي خطوة التجفيف، حيث يتم تجفيف الورق المشكل وناخذ المنتج المطلوب. هذا شباب مراحل اعادة تدوير الورق. طيب بعد كده شباب، اهمية تدوير الورق، هل تدوير الورق له اهمية؟ طبعا له اهمية كبيرة جدا. تعال كده نشوف اهمية تدوير الورق. عندنا أول أهمية وهي أهمية اقتصادية، طبعا لأنها تساعد في تقليل الواردات من الخام اللازم لصناعة الورق. يعني أنا ما أستورد خامات لصناعة الورق، طبعا هذه مكلفة جدا، فبدل ما أنا أستوردها من الخارج، لا خلاص أنا عندي خلاص الخام الحين قدرت أسويها عن طريق عملية التدوير. جدا لأنها تساعد في تقليل الواردات من الخام اللازم لصناعة الورق، كما أنها توفر الطاقة. بعد كده الأهمية البيئية شباب، طبعا تساعد في التخلص من الورق التالف بطريقة بيئية سليمة، بدل طبعا ما أنا أقط الورق وأرميه في أي مكان، طبعا هنا بسبب ملوثات كثيرة جدا، فبالتالي أنا أقوم بالتخلص من الورق التالف بطريقة بيئية سليمة بدلا من حرقه أو دفنه، مما يؤدي إلى عدم زيادة التلوث في البيئة، وأيضا تؤدي إلى خفض الطلب على الخشب والألياف، مما يؤدي إلى زيادة أشجار الغابات التي تنقل الجو من ثاني أكسيد الكربون، وبتعطينا طبعا غاز الأكسجين اللازم لعملية التنفس، اللازم لعملية التنفس طبعا، وتؤدي إلى حماية الأراضي الزراعية من رمي المخلفات الورقية. طبعا هذه الأراضي الزراعية احنا بنستخدمها في زراعة النباتات، فبالتالي لما أنا أقوم برمي المخلفات الورقية فيها، طبعا هذا بيؤدي إلى قلة إنتاجها، فبالتالي أنا بحمي الأراضي الزراعية عن طريق إعادة تدوير المخلفات الورقية. طيب افحص ورقة نقدية كويتية باستخدام الضوء واكتب ملاحظاتك. طبعا عند النظر للوجه باللغة العربية، يظهر في الطرف اليمين رأس طائر وأسفله مكتوب قيمة الورقة النقدية. طيب دور كل فرد بالمجتمع للمحافظة على البيئة. أول شيء طبعا شباب، احنا كأفراد في المجتمع وكأفراد في البيئة، كل واحد فينا له دور في البيئة عشان نحافظ عليها. أول حاجة عدم رمي النفايات في الطرق والشوارع مهما كان حجمها. طبعا احنا المفروض النفايات سواء كانت صغيرة أو كبيرة في أماكن مخصصة لرميها، فبالتالي المفروض إن أنا ما أرميها في الطرق والشوارع. العمل على تشجيع عمليات إعادة التدوير من خلال فرز النفايات، طبعا عن طريق طبعا شباب برامج، وعن طريق مثلا حملات توعية. التوفير في استخدام الطاقة وخاصة الكهرباء، طبعا لازم إننا نوفر في الطاقة وخاصة الكهرباء، طبعا نحن نوفر في استخدامها. المشي قدر المستطاع بدلا من استخدام السيارة، وأيضا احنا ممكن طبعا بدل ما مثلا في المنزل عندنا مثلا أكثر من سيارة، وكل مثلا طالب بيذهب للسيارة بالمدرسة بالسيارة للمدرسة، طبعا أنا ممكن هنا أجمع كل الطلاب في المنزل طبعا ويذهبون للمدرسة فقط بسيارة واحدة، وكده قدرت إن أنا أوفر. أيضا الترشيد في استخدام المبيدات الحشرية قدر الإمكان، طبعا لأن احنا عارفين إن هي طبعا استخدامها بقدر كبير يؤدي إلى تلويث البيئة وأيضا ضرر للإنسان. بعد نظم حلقة نقاشية لتوضيح دور كل فرد في المجتمع للمحافظة على البيئة، طبعا احنا لسه ذاكرينه من الحين قبل شوي. عدم رمي النفايات في الطرق والشوارع مهما كان حجمها. العمل على تشجيع عمليات إعادة التدوير من خلال فرز النفايات. التوفير في استخدام الطاقة وخاصة الكهرباء. بعد المشي قدر المستطاع بدلا من استخدام السيارة. أيضا الترشيد في استخدام المبيدات الحشرية قدر الإمكان. وبكده شباب نكون وهنا درس اليوم. ألقاكم الحصة القادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.